أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري حرص مملكة البحرين على تسخير التقدم التكنولوجي في تعزيز التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، مستندة في ذلك إلى تطوير البيئة الجاذبة للاستثمار العقاري في البلاد في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي في قمة الشرق الأوسط وأفريقيا للتكنولوجيا العقارية بروبتك، والتي عقدت يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري على هامش معرض سيتي سكيب البحرين العقاري 2022، والذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث نوه معالي بأن فريق البحرين يعمل بإتقان وبكل عزيمة وإخلاص على تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات الطموحة لتعزيز تقدم القطاع العقاري وترجمة الرؤى والتطلعات المنشودة. وأكد معالي على ما تمتلكه البحرين من بناء راسخ للتشريعات المتطورة والعصرية والإجراءات المشجعة على الاستثمار والميسرة لرواد الأعمال، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة والمتطورة التي تم إنجازها، ومنها الإنجاز لخدمة الخطط المتوسطة والبعيدة المدى، معربا عن اعتزازه بالدور الهام الذي يطلع به العنصر البشري والذي هو المورد الأساسي لديمومة العمل في المملكة، مشيدا بما تسخر به المملكة من طاقات مؤهلة تمتاز بقدرات وأمكانات متقدمة وإخلاصها في العمل لكل ما من شأنه رفعة وازدهار البلاد. على صعيد متصل، أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة على أهمية عقد هذه القمة ودورها في مناقشة مفهوم التكنولوجيا العقارية وتعظيم الاستفادة من هذا التقدم للقطاع العقاري لتدخل في مختلف عملياته وصولا لتحقيق الاستدامة كهدف أسمى. وأشار معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن التكنولوجيا دخلت في جميع مناحي القطاعات ومنها القطاع العقاري ليستفاد منها بالصورة المثلى، بما يواكب مختلف المستجدات والتطورات التي تشهدها هذه القطاعات، مشددا على ضرورة العمل في كل ما يحقق استدامة موارد الحياة والثروات واستدامة النمو، حفاظا على المكتسبات ونقلها إلى الأجيال القادمة لمواصلة واستكمال مسيرة التقدم الإنساني. هذا واختتمت قمة الشرق الأوسط وأفريقيا للتكنولوجيا العقارية بروبتك فعالياتها بنجاح، حيث جمعت تحت سقف واحد 400 من رواد التكنولوجيا العقارية في المنطقة، بما في ذلك خبراء العقارات وقادة ومطوري بروبتك، للتواصل ومشاركة أحدث التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا العقارية. واستعرضت القمة عبر جلساتها أحدث اتجاهات في هذا القطاع العقاري، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي وغيرها. يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، شاكرا ومقدرا حضوركم للمشاركة في قمة الشرق الأوسط وأفريقيا للتكنولوجيا العقارية، متمنيا لكم الخروج بمعطيات يستفيد منها الحضور وتستفيد منها مجتمعاتنا لتحقيق غد أفضل. أيها الأخوة والأخوات، هنا أنتم اليوم في مملكة البحرين، هذه المملكة العريقة الآخذة بكل ما توصل له العلم في جميع المجالات. هنا مشروع حضاري تنموي شامل أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم، مشروع يرمي إلى تحقيق الجودة لجميع مناحي الحياة لينعم بها الإنسان على هذه الأرض الطيبة. هذه رؤى وتطلعات جلالته حفظه الله ورعاه. هنا أيها الإخوة ستجدون ترجمة لهذه الرؤى وتطلعات من خلال مشاريع وخطط حكومية تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. خطط ومبادرات طموحة ينفذها بإتقان فريق البحرين، هذا الفريق الجاد والمثابر والقادر على إيجاد الحلول لتجاوز التحديات. هنا أيها الإخوة ستجدون كل ما هو مشجع على الاستثمار
ستجدون تشريعات متطورة وعصرية وإجراءات ميسرة لرواد الأعمال. ستجدون البنية التحتية المؤهلة المتطورة، كثيرا منها تم إنجازه وكثيرا منها في طور الإنجاز، وأيضا كثيرا منها موضوع ليتم إنجازه خدمة للخطط المتوسطة والبعيدة المدى. هنا ستجدون مورد هام وهو إنسان هذا البلد، إنسان مجتهد مؤهل يمتاز بقدرات وإخلاص في العمل. كما تشاهدون أيضا إخوة بأن التكنولوجيا دخلت في جميع مناحي القطاعات ومنها القطاع العقاري. دعوتنا لكم في هذا المؤتمر لمناقشة مفهوم التكنولوجيا العقارية حتى يتم الاستفادة منها في هذا القطاع الحيوي لتدخل في عملياته المختلفة، من التخطيط والاستشارات الهندسية إلى عمليات البناء إلى التسويق إلى التملك والاستئجار إلى استخدامات الطاقة النظيفة إلى إيجاد المساحات الخضراء ليتحقق هدفنا وهو الاستدامة. فنعمل على كل ما يحقق استدامة موارد الحياة والثروات واستدامة النمو حفاظاً على المكتسبات لننقلها إلى الأجيال التي ستأتي بعدنا لتكمل مسيرة التقدم الإنساني. وفي الختام أشكر الجهات الراعية وأشكر المشاركين فيه وأشكر كل من عمل على تنظيم هذا المؤتمر، وأشكركم جميعاً متمنياً لكم دوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أرحب بكم جميعاً قمة الشرق الأوسط وأفريقيا للتكنولوجيا العقارية، آمل أن تحقق هذه القمة النجاح والمرجو على الصعيدين المحلي والدولي. في البداية يسعدني أن أعرب عن جزيل شكري وامتناني لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظ الله على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يجمع أهم القادة قادة التكنولوجيا العقارية في العالم هنا في مملكة البحرين. في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيس للعديد من القطاعات، فأصبح لكل قطاع التكنولوجيا الخاصة به، منطلقة من حرص المملكة بأن تكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في شتى القطاعات. حرصت مؤسسة التنظيم العقاري على تشجيع التكنولوجيا العقارية وتمكينها ودعم تطبيقاتها تنفيذاً للركيزة الأولى من الخطة الوطنية للقطاع العقاري، والتي نصت على الريادة في الابتكار. وها هنا نلتقي اليوم تحت سقف واحد لنناقش موضوع التكنولوجيا العقارية ونستعرض أهم التجارب وقصص النجاح والاتجاهات المستقبلية في هذا المجال. ولا يسعني في الختام أن أتوجه بجزيل الشكر لكل من لبى الدعوة بالحضور أو المشاركة، ولا يفوتني شكر الشركات الداعمة وجميع من عمل ونظم هذه القمة، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.